طبعا مباراة صعبة جدا على الأهلي وعلى الوداد برضو، مش صعبة بس على الأهلي. طبعا الوداد يمتلك أفضلية الأرض والملعب، الأرض والجمهور بشكل كبير، بس الأهلي طبعا عنده خبرات كبيرة جدا من آخر 6 نهائيات وصل لخمسة، فيمتلك من الخبرات الكبيرة جدا إن هو يقدر يعدي ومر بالظروف دي قبل كده. ممكن نعتبر إن ده ماتش الإياب، مش إحنا لعبنا الذهاب مثلا في قارة 0-0، ده ماتش الإياب بنلعب ماتش جديد تانية، فطبيعي جدا الماتش هيبقى صعب، وطبيعي هيبقى صعب على الأهلي وصعب على الوداد. الجمهور لعب مع الوداد هيبقى ضغط نفسي على الوداد اكتر من الاهلي بشكل كبير، واتمنى طبعا يبقى في جمهور للاهلي على الاقل ب 4000 متفرج، ده يفيد الاهلي بشكل كبير جدا ويحسسه ان هو برده في وسط جمهوره ويقدر يقدم بشكل كويس. يعني اتوقع انه يلعب بشكل متوازن بشكل كبير جدا في النهايات، احنا شفنا ماتش ليفربول امبارح وريال مدريد، النهايات تكسب ولا تلعب، يعني زي ما بيقولوا انت ممكن تستحوذ وتهدد المرمى وتبقى عندك كل الافضليه في المباراه، بس من فرصه واحده الفريق الثاني ممكن يكسبك، وده اللي حصل امبارح في ماتش ليفربول وريال مدريد. ريال وصل بكرة واحدة بس جاب جون وكسب النهائي وحصد اللقب. هو طبعا المباراة من أهم المباريات في تاريخ النادي الأهلي، أو في طبعا تحقيق البطولة للمرة الثالثة على التوالي ده إنجاز خاص، مفيش ورقم قياسي، مفيش أي فريق فالبطولة الإفريقية عمله من يعني منذ أقيمة البطولة عام 1964 في دوري أبطال أفريقيا، فده بيعتبر إنجاز خاص، بجانب الإنجاز اللي هو في حد ذاته اللي هو التتويج باللقب. المباراة أنا طبعا متأكد أنها هتكون صعبة، الفريقين كبار جدا، الوداد بيعيش في أفضل حالاته، مش هو الفريق اللي قبله الأهلي في الدور قبل النهائي نسخة البطولة في عام 2020 وقدر يغلبه هناك 2-0 وهنا في مصر 3-1. وليد الركراكي المدير الفني للوداد عنده لعيبة على أعلى مستوى، يعني ممكن التكناوتي اللي هو رضا التكناوتي اللي هو حارس المرمى، يحيى جبران اللي هو محور الارتكاز الدفاعي، أيمن الحسوني اللي هو رأس الحربة، مجموعة من الأفارقة على أعلى مستوى، منهم جايم بينزا الكونغولي قلب الهجوم. في المقابل النادي الأهلي بيعيش في الفترة دي طبعا عصر ذهبي، أحد العصور الذهبية اللي مر بها النادي الأهلي على مدار تاريخه، فريق هو بيعتبر بالأرقام هو الأفضل في الفترة الحالية في البطولة الإفريقية في بطولات الكاف بشكل عام كلها. طبعا ماتش صعب، الأهلي بيلعب فريق كبير الوداد المغربي على بطولة كبيرة دورة أبطال أفريقيا، الظروف المحيطة بالمباراة يمكن يعني الأهلي بيواجه صعوبات كبيرة جدا، خاصة الماتش بيتلعب على ملعب محمد الخامس اللي هو الاستاد الرسمي بتاع نادي الوداد، ولكن الأهلي عودنا دايما أنه في الظروف الصعبة بيعرف يتعامل مع المواقف ديت، وإن شاء الله خير، يعني إن شاء الله يرجع باللقب لأفريقيا.